السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناتكم اش نختار، في سلسلة جديدة كتهم الدراسات ما بعد البكالوريا. في هذه السلسلة ان شاء الله غادي نتعرفوا جميع على المدارس، الكليات، المعاهد، المؤسسات الجامعية المتواجدة بالمغرب، ويمكن الولوج اليها مباشرة من بعد البكالوريا او من بعد باك بلس 2 او باك بلس 3 الى غير ذلك. جيد، في هذا الفيديو غادي نتعرفوا جميع على ليزي. دونك اختاريت لكم اول مدرسه نتكلموا عليها اللي هي ليزي، ليكول دي سيونس دو لانفورماسيون، مدرسه علوم المعلومات. مدرسه علوم المعلومات هي مدرسه عموميه، يعني تابعه للدوله وتحت الوصايه ديال المندوبيه الساميه للتخطيط. كيتخرجوا منها الطلبه بدبلوم مهندس دوله في عده تخصصات مجال علوم المعلومات. غادي نتعرفوا على الشعب اللي كتقرا فيها وهاد المجالات هذه. الاشاره فقط في هذه المدرسه، من قبل كان الاسم ديالها مدرسه علوم الاعلام، لكن في سنه 2016 تم تغيير الاسم مرسوم جديد كيأهل المدرسه وكيمنح دبلوم مهندس دوله، وبالتالي المدرسه كتخرج ضمن المدارس المشاركة في المباراة الوطنية المشتركة اللي كنسميوها سي ان سي، كونكور ناسيونال كومون سيكل مهندس. اذا على بركة الله نبدا في العرض ديالنا. غادي نتعرفوا على اهداف المدرسة والمهام ديالها، وغادي نتكلموا على نظام الدراسة والتكوين بالمدرسة، يعني غادي نشوفوا كيف يمكن نولجوا هاد المدرسه وشنو كيتقرا فيها، شنو هما الدبلومات اللي كتمنح، واخيرا غادي نتعرفوا على امثله لبعض الافاق المهنيه اللي ممكن يوج ليها حامل دبلوم ليزي. نبدا بالنقطه الاولى، اهداف المدرسه ومهامها. دن الهدف الاول تكوين المهارات المطلوبة والضرورية للتنمية السوسيو-اقتصادية وإعداد أطر متخصصة في ميدان هندسة التوثيق وإدارة الوثائق والأرشيف والذكاء التنافسي واليقظة الاستراتيجية وهندسة المعارف ونظم المعلومات. يعني إذا لاحظتوا هناك في هذه الأهداف كاينين تخصصات اللي كيقراوها طلبة ديال هذه المدرسة، غادي نتعرفوا عليها من بعد. الهدف الثاني تنمية المعارف في مختلف تخصصات علوم المعلومات والمجالات المرتبطة بها ونشرها. الهدف الثالث إدماج الخريجين بالمدرسة في الحياة المهنية. وأخيرا تنمية الشراكة ومختلف أشكال التعاون مع القطاعات السوسيو-اقتصادية المعنية. هذا بخصوص أهداف المدرسة. أما عن مهام المدرسة فتقوم بمختلف أعمال البحث العلمي وتطبيقاته في مجال علوم المعلومات من خلال إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بهذه العلوم أو المرتبطة بها والعمل على التعريف بنتائجها ونشرها. بالمهام كذلك إعداد وإنجاز برامج ومشاريع للبحث في مجال اختصاصها، إما بمبادرة منها أو في إطار شراكة مع مؤسسات جامعية أو علمية أخرى. كذلك مشاركة في إعداد وإنجاز برامج خاصة للبحث سواء كانت ذات طابع جهوي أو وطني أو دولي في إطار اتفاقيات للتعاون قصد تنمية أنشطة ذات الصلة بتخصصات المدرسة. وأخيرا تنظيم دورات تدريبية ودورات للتكوين المستمر وحلقات دراسية وورشات علمية متخصصة وندوات والقيام بدراسات وإنجاز خبرات وتقديم خدمات لفائدة القطاعين العام والخاص. نمر مباشرة إلى النقطة الأخرى، التكوينات والتخصصات المتاحة بمدرسة علوم المعلومات. إذن المدرسة كتوفر التكوين الأساسي والتكوين المستمر في مختلف تخصصات علوم المعلومات، وهذه التخصصات هي كالتالي. إذن هادو هما التخصصات أو الشعاب اللي كتدرس بليزي. أولها هندسة التوثيق، ثم إدارة الوثائق والأرشيف، ثم الذكاء
التنافسي واليقظة استراتيجية، ثم هندسة المعارف والمحتويات المعرفية، ثم أخيرا نظم المعلومات. إذن هادو هما التخصصات اللي كتدرس بليزي. بالنسبة لنظام الدراسة والتكوين، غادي نتعرفوا على شروط الولوج، مدة الدراسة، الأسلاك والمسالك الدراسية المتاحة. بالنسبة للأسلاك الدراسية المتاحة، هنا ثلاثة أسلاك. سيك المهندس يحضر بست فصول دراسية، يعني ثلاث سنوات، ويحصل الطالب بعد ذلك على دبلوم مهندس الدولة. ثم يمكنه متابعة الدراسة في سلك الماستر أو سلك الماستر المتخصص بسنتين دراسيتين بمعدل أربعة فصول دراسية. يحصل الطالب على دبلوم الماستر في علوم الإعلام أو دبلوم الماستر المتخصص. وأخيرا هناك سلك الدكتوراه، يحضر في ثلاث سنوات ويحصل الطالب على دبلوم الدكتوراه. بالنسبة لشروط ولوج سلك المهندس، كاينين أربعة ديال الفئات اللي ممكن يولجوا لهذا السلك. بالنسبة للفئة الأولى، كاين الناجحين في مباراة الوطنية المشتركة CNC للالتحاق بمؤسسات تكوين المهندسين، وهاد التلامذ هما اللي كملوا سنتين في الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية. ثم الفئة الثانية، كاين الحاصلين على شهادة إعلامي مشفوعة بشهادة البكالوريا في أحد مسالك الشعب العلمية أو التقنية أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وذلك في حدود 10%. إذن هذه الفئة مخصصة لها المدرسة 10% من المقاعد لولوج هذا السلك. ثم الفئة الثالثة، الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية العامة دوغ، خصوصا في مسلك العلوم الرياضية والمعلوميات SME Science Math Informatique. وأخيرا الفئة الرابعة، هي فئة الناجحين في المباراة الوطنية لولوج مدارس التسيير الكنايم، مشترك بين ليزي والUNCG. إذن كاين واحد الشراكة بين هاد المدرستين اللي كتفتح الباب لهاد الفئة ديال التلامذ اللي عندهم ديبلوم ديال UNCG ونجحوا في المباراة ديال الكنايم. جيد، بخصوص شروط ولوج سلك الماستر، كذلك هناك أربع فئات. الفئة الأولى، الحاصلين على شهادة إعلامي من مدرسة أو أي دبلوم يعادلها، ولكن خاص الشرط ديال معدل يكون 12 فما فوق. الفئة الثانية، هما حاصلين على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، والشرط كذلك أنه خاص يكون عندهم 4 الميزات خلال السنوات الثلاث من هذه الإجازة، وتكون في نفس الشعبة. أما بخصوص الفئة الثالثة، هي الحاصلين على شهادة الإجازة المهنية. وأخيرا الفئة الأخيرة، هي الحاصلين على شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لهذا الدبلوم. بالنسبة لشروط ولوج سلك الدكتوراه، الفئة الأولى هم الحاصلين على دبلوم مهندس دولة. الفئة الثانية، حاصلين على شهادة إعلامي مختص. الفئة الثالثة، حاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص بالنسبة للفئة الرابعة. إذن هنا غادي نتعرفوا على بعض الأمثلة للمجالات المهنية المتاحة للطلبة الحاصلين على دبلوم مدرسة علوم المعلومات. إذن كاينين مجالات وأمثلة لمهن في كل مجال من المجالات. جيد، إذن ارتأيت أنني نحطهم باللغة الفرنسية كما لقيتهم في الموقع الرئيسي ديال المدرسة. إذن المجال الأول Knowledge Manager، Gestionnaire des connaissances. دونك فيها أمثلة للمهن التالية: Knowledge Worker، Talent Manager، Responsable Réseaux Sociaux et Entreprises. كذلك كاين المجال ديال Communication Web، فيها عدة مهن، هادو غير امثله: ريفيرونسور، غونوم ويب، شارجي دي كومونيكاسيون، ريسبونسابل دي كومونيكاسيون، ايتترا. كذلك هناك مجال في ايتود، فيها عده مهن مهمه: شارجي دي في، شارجي دي ايتود، اناليست فيير، شارجي دي في تكنولوجيك، في تيريتوريال، ريسبونسابل سورفيونس اي
réputation. ثم مجال آخر gestion des ressources informationnelles. فيها كذلك عدة مهن: documentaliste, iconographe, bibliothécaire, responsable documentation, etc. كذلك هناك مجال l'édition numérique. وهنا كاين تخصص معلوماتي: développeur multimédia, responsable éditorial, chef de produit éditorial, web designer, designer web mobile, responsable internet, etc. واخيرا المجال les archives, archives ou le تدبير ديال les documents d'activité, وثائق. كاين archiviste, archivi, document contrôleur, records manager, responsable juridique, comptabilité, responsable risque qualité, responsable archives hospitalières, directeur d'hôpital. Donc, هادو مجالات مهن ممكن طالب حاصل على دبلوم ليزي انه يوجهها. وكما كتلاحظوا هي مجالات جد جد مهمه وكتنتمي لعدة ميادين مهنيه. اذا كنظن انها يعني فيها افاق مهنيه كبيره ومهمه جدا. اذا هذا فيما يخص هذا الفيديو. كنشكركم وكنتمنى الفيديو كذلك يعجبكم ويكون جمع جميع المعلومات اللي محتاجينها. وموعدنا ان شاء الله دائما في هذه السلسله وفي مدرسه اخرى. وشكرا، شكرا جزيلا، والى اللقاء.